تعلق واقتحامات قوات الاحتلال والاعتداء على الطواقم الطبية أو في بعض الأحيان استجوابها وتفتيشها ومنع طواقم الإسعاف من تقديم الخدمات الطبية. نعلق في هذه اللحظة على مجريات الأحداث وما يتم التعرض له من خلال انتهاكات قوات الاحتلال تجاه هذه الطواقم الطبية. انضم إلينا عبر الخط الهاتفي نقيب الأطباء في طول كرم الدكتور رضوان بلبلة. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور. أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني لأكثر من مرة تتم محاصرة مشفى ثابت ثابت واستجواب الطواقم الطبية بالإضافة إلى انتهاكات أخرى. حدثنا أكثر ما لديك من تفاصيل وما تعرضتم له خلال هذا الاقتحام واقتحامات سابقة. نعم. يعني في البداية اسمحي لي أحكي الحمد لله على السلامة لجميع أهلنا في محافظة طول كرم ومخيماتها مخيم شمس مخيم طول كرم. نعم. والحمد لله إنه هذه الليلة كانت بدون وصول جرحى. بما يتعلق بالاعتداء على الطواقم الطبية ومحاصرة مستشفى ثابت ثابت، أصبحت خطة الاحتلال يعني واضحة مع أول اقتحام. مع بداية أي اقتحام بتتفجه الآليات بالتمركز حول مستشفى ثابت ثابت، بيتمركز حول جميع مداخل المستشفى وبيقوموا بإعاقة وصول سيارات الإسعاف للمستشفى. بغض النظر من يتواجد داخل سيارة الإسعاف هي حالة مرضية أو جريح، الهدف هو منع تقديم وتأخير تقديم الخدمة الطبية في حال تواجد جرحى وبما يتعلق ضرر أكثر على المرضى اللي بيجوا للمستشفى. يعني على مستوى القوانين الدولية والمواثيق والحقوقية يمنع منعا باتا المساس بالطواقم الطبية، وكنا شاهدنا هذه الانتهاكات ليس فقط على مستوى الضفة إنما في قطاع غزة واستهداف المراكز والمستشفيات الطبية في القطاع. يعني إلى ماذا تشير مثل هذه الانتهاكات دكتور ضد الطواقم الطبية، والرسالة التي يهدف الاحتلال إلى إيصالها من خلال سلسلة الانتهاكات ضدكم كطواقم طبية؟ نعم، حسب الاتفاقيات الدولية وحسب القوانين الدولية في حصانة للمستشفيات وللطواقم الطبية، وهناك يعني حسب القوانين انه يقوم الطاقم الطبي تقديم الخدمة والرعاية الطبية. حسب اتفاقية جنيف حتى الجرحى في حالة الحروب لهم حماية ولهم حق بتقديم الخدمة الطبية العاجل بدون تأخير، ولكن ما يقوم به الاحتلال هو يعني يبرهن على عدم إنسانيته وعدم التزامه بأي نوع من أنواع الاتفاقيات، وبدل على الأخلاق اللي وصل إلى هذا الاحتلال بمنع الطواقم الطبية. الرسالة واضحة، هي يعني رسالة واضحة، رسالة بالبخار مدى إجرامه، رسالة إنه إحنا ما في حدا مستثنى من الاعتداءات. جميع فئات الشعب الفلسطيني معرضة للاعتداء من قبل هذا الاحتلال الغاشم. رسالة إنه هو فوق القانون ولا يحترم أي قانون دولي أو إنساني أو قانون بشري ما بيحترمه. ويعني بحاول إنه يكون هناك نوع من أنواع الخوف عند الطاقم الطبي لمنعه من تقديم واجبه، ولكن إحنا إن شاء الله موجودين ورح نكون بواجبنا الإنساني والطبي رح نتواجد في المستشفيات. نعم. طب دكتور دعنا نشير ونقف قليلا عند أهمية هذه النقطة فيما يتعلق أن من يتواجد داخل سيارة الإسعاف ليس بالضرورة الجرحى أو المصابين جراء الاقتحام أو حتى يعني الإصابات إثر الاقتحامات، لكن أحيانا تكون حالات إنسانية هي بحاجة للنقل. إلى أي مدى إعاقة وصول الطواقم الطبية إلى هذه الحالات الإنسانية التي هي بحاجة للتواجد في المشفى وتقديم الخدمات الطبية لها، قد تكون حالات ولادة، قد تكون حالات يعني إنقاذ حياة أو موت، إلى أي مدى يسبب الضرر ولربما فقدان الأرواح؟ في الحقيقة أغلب الأوقات بتكون الحالات داخل سيارات الإسعاف في حالات الاشتياح تكون حالات مرضية. نعم. نتيجة صعوبة تنقل المواطنين بمركباتهم يلجأوا للإسعاف. وأكبر دليل إنه امبارح إحنا تم التنسيق معنا على حالة ولادة
قام الإسعاف بتأخير دخولها للمستشفى ولم يراعي حرمة إنها هي ست حامل وقام بتفتيش سيارة الإسعاف. تأخير تقديم العلاج أكيد يسبب ضرر في حالة ست حامل على هناك خوف على الأم وعلى الجنين. في حالات أخرى لو قلنا الحالات اللي تجي بأوجاع بالصدر قد وأعراض الحضرية مثلا يتأخر كل دقيقة مهمة وهو يكون بتأخير هذا العلاج بعرض أرواح المرضى نحكي إحنا عن المرضى مش الجرحى بعرض حياتهم للخطر والمضاعفات الطبية. وهذا يؤدي إلى إلحاق المزيد من الأضرار بمختلف الأشكال. يحاول الاحتلال أي يبدع في صور أكثر انتهاكا وضررا واستهدافا لمختلف فئات المجتمع الفلسطيني. أشكرك جزيل الشكر الدكتور رضوان بلبلي نقيب الأطباء في طول كرم، والحمد لله على سلامتكم ودمتم ودام هذا النفس في الثبات والصمود دائما وأبدا، ولكل الطواقم عامله في مشفى ثابت وكذلك المشافي الاخرى، بالاضافه الى ضباط الاسعاف الذين يواجهون الموت بشكل مباشر من اجل تقديم الخدمات الطبيه والقيام بواجبهم الانساني والمهني والوطني.